بكل صراحة أن التحكيم فيه وعليه، وأنا شفنا باللي في هذه السنة كاين وجوه جديدة ظهرت، وحنا هذه الوجوه الجديدة نعرفوهم باللي عندهم إمكانيات، احنا كنا تعاملنا معاهم وخدمنا معاهم طول السنة الموسم الفارط، وشفنا باللي عندهم إمكانيات، وهذه السنة راهم في الميدان، راهم يحكموا في مباريات المحترف الأول والثاني. الاخطاء تكون في كره القدم، خصوصا من عند الحكام او من عند اللاعبين ولا حتى من عند المدربين. حنا ان شاء الله نسي نجوزوا هذه الاخطاء. الناس الاوجه كلها راهي متجهه نحو الاخطاء التحكيميه، هي اللي تجيب الجدل. حاكم يطبق قانون يصيب ويخطئ، لان كاين تقدير في كل شيء، هو تقدير. حنا نقولوا ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله راح يكون التحكيم، نطلبوا بالتحكيم يضعفوا من المجهودات ومن التركيز، وان شاء الله الناس حتى المحيط لازم يكون المحيط يساعد انا باش يكونوا الحكام في احسن ظروف ويؤديوا مباريات في المستوى. ما يكفيش انه نتكلموا على تسويق الكره الجزائريه غير بالنقد السلبي، لازم يكون نقد ايجابي، وان شاء الله نعملوا باش نطوروا، ما نعملوش باش نهدموا. وهذا الشيء اللي راهو علاش الحكام في بعض الاحيان ما يصيبوش روحهم في ظروف جيده. من هذا الباب بكل صراحه لازم نحطوا لهم، نوفروا لهم الظروف باش يؤديوا المهمه تاعهم كما يلزم الحال، لانهم هما اصحاب القانون واصحاب القرار. مول القانون اللي يفقه في القانون واللي عنده واللي هو اللي القرار يكون في يده، يخليوه يطبقوا كما يلزم الحال.